بيكم في حلقة جديدة النهاردة وفيديو جديد. هنتكلم فيه عن الأبراج والنهاردة مش عن الأبراج، أنا صدرنا متعودة. هنتكلم فيه عن قانون الجذب والتخاطر، والنهاردة عايزة أتكلم عن أهمية أو سر من أسرار قانون الجذب في تغيير حياتكم للأفضل. ناس كتير جدا بتبقى تسألني على انستجرام وعلى فيسبوك على قانون الجذب، وقولولي ان هو هل فعلا ده حقيقة وبيشتغل فعلا وبيحقق الاحلام وبيحقق طموحات، ولا الكلام ده يعني جست ان هو كلام تنمية بشرية يعني. قبل ما ابتدي في الفيديو، لو انت اول مرة تفرج على الفيديو ريت تعملوا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس عشان يجيلكم نوتيفيكيشن اول ما الفيديو ينزل، وبليز تعملوا لايك للفيديو عشان اللايك مهم جدا لدعم القناة، فانا هستنى اللايك بتاعكو. ولحد اي عنده اي سؤال يكتبه لي تحت، وانا ان شاء الله باذن الله هرد عليه من خلال الحلقه او بعد الحلقه، يعني اوعدكم ان شاء الله باذن الله انزل اشوف الاسئله وارد عليها على طول. النهارده عايزه اتكلم عن اهميه قانون الجذب في حياتنا، وازاي قانون الجذب بيحقق الاحلام والطموحات والاهداف، وهل فعلا احنا لو استخدمنا قانون الجذب في اي حاجه في الدنيا ممكن ننجح ولا لا. اول حاجه عايزه اقولها لكم ان قانون الجذب ده سبحانه وتعالى، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر يعني من زمان، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا تفائلوا بالخير تجدوه، يعني انت كل ما هتتفائل بالخير ربنا بيديهولك. فبالتالي قانون الجذب ان انت بتجذب الحاجات اللي انت عايزها، بتفكر في الحاجات اللي انت اللي انت بتتمناها او نفسك فيها بطريقة ايجابية عشان تقدر تحققها. قانون الجذب ده حقيقة موجودة في حياتنا كلنا، في ناس بتستخدمه بتقدر انها تحقق كل حاجة عايزاها، وناس مش فاهماه او ما بتعرفش تستخدمه. فانا عايزه منكم كلكم ان انتوا يعني تعملوا قانون الجذب كل يوم في حياتكم، كل ساعه كل لحظه، وان انتوا تفكروا في الحاجات اللي انتوا بتتمنوها بطريقه ايجابيه. كل ما هتكون ايجابي في افكارك كل ما هتقدر تحققها، كل ما هتقدر توصل لها. طب خلونا نتكلم بطريقه عمليه. مثلا انا نفسي اشتري عربيه معينه، مثلا انا عايزه اشتري عربيه بي ام دبليو مثلا اكس 5 مثلا، يعني بالنسبه لي العربيه مستحيله، ما اقعدش اقول بقى انا هجيب فلوس منين، انا هجيب فلوس مليون جنيه ازاي عشان اجيب اكس 5 وبي ام دبليو ازاي، يعني استحاله. كل ما بتقول استحاله انت فعلا بتبعد الحاجه عندك. لا، مفيش حاجه في القانون الجذب اسمها مستحيل، القاعده دي مش موجوده. قاعده مستحيل ما قانون الجذب ما يعرفهاش، عقلك ما يعرفش حاجه اسمها مستحيل. يعني طالما حاجه انت تقدر تتخيلها بعقلك اذا فهي حاجه ممكن تحصل. يمكن الحاجه الوحيده اللي استحاله انها تحصل لحد ربنا سبحانه وتعالى توفاه، وان هو توفى يعني ورحل عن دنيانا، ان هو يرجع تاني. اي حاجة في الدنيا تانية ممكن او اكيد ان هي ممكن تحصل بان شاء الله باذن الله وبالثقة في ربنا. عارفين يا جماعة الدعاء مش دايما بيقولك ادعوني، ربنا بيقول سبحانه وتعالى بيقول لكم ادعوني استجب لكم، يعني انت كل ما بتدعي ربنا. نعم يا عمر ماشي مامي. نعم ما مخشش مايان هي محمد يجي اهدها. حاضر. فبقول لكم يعني كل ما انت يعني انا عايزاكم تفكروا بايجابيه في كل حاجه، ما تقعدش تدي يعني دايما تقول انا عمري ما هعرف، الموضوع صعب، الموضوع مستحيل، ما تقعدش تدي لنفسك عواقب، بالعكس قول ان شاء الله باذن الله يحصل. بقى عايزه نكمل موضوع العربيه. اول حاجه ما تقعدش تقول ايه ده، يعني انا اشتري عربيه بي ام دبليو اكس 5 دي مستحيله، استحاله هقدر اعمل الموضوع ده، استحاله اوصل لها، انا كده بعمل بلوك ما بيني وما بين العربيه. بالعكس اقعد اتخيل ان انا يعني اكيد هجيب العربية، ممكن اطبع صورتها احطها قدامي واتخيل شكل العربية واروح معرض اتفرج على العربية واجربها واجرب اسوقها، يعني واتخيل ان انا جايبها وسايقها من جوه. كل ما هتتخيل اكتر كل ما انت بتقرب منها اكتر واكتر. طب هجيب العربية ازاي وانا ما حلتيش اي حاجة؟ عادي، ربنا ممكن سبحانه وتعالى يرزقك من حيث لا تحتسب، يعني فجأة كده تعمل بروجكت والبروجكت ينجح وتعمل فلوس كتيره جدا لدرجه ان انت تقدر تشتري العربيه. حاجات كتيره جدا ممكن تحصل، مفيش حاجه بعيده عن ربنا. طب انا في بنت بحبها جدا ونفسي اتجوزها، وهي اصلا ما تعرفنيش وعمري ما اتكلمت معاها، هي جارتي مثلا وساكنه جنبي وانا كل يوم بشوفها وهي نازله تركب عربيتها وانا ما اعرفهاش، بس انا بحبها جدا وهي فتاه احلامي ونفسي اتجوزها. طب هتجوزها ازاي وهي مفيش؟ تخيل ان انت اتكلمت معاها وقلت لها ان انت معجب بيها وقلت لها ان انت عايز ترتبط بيها، وهي كمان قالت لك ان هي سبحان الله كانت بتتفرج عليك من ورا الستاره تحت تخيل. ومش بس تخيل، انا عايزاك تحس بالشعور ان انت حققت الموضوع دوت، يعني حس كده الله انا مبسوط قوي، ان حاسس بنشوه الحب، حاسس ان انا مبسوط. وتقول لها فاكره يا حبيبتي لما كنت
فاكره يا حبيبتي لما كنت، تخيل انت بتقولها فاكره يا حبيبتي لما كنت انا ساكن جنبك وكنت بقعد يعني اشوفك وبص لك وانت بتبصيني نضحك لبعض وعمرنا ما تخيلنا ان احنا، تخيل وانت بتتكلم عن موضوع في صيغه الماضي، يعني تخيل كده وانت راكب عربيه بقول وتقول لنفسك مثلا ياه ازاي انا كنت في يوم من الايام بقول لنفسي ان انا استحاله اجيب العربيه دي، انا هو راكبها وحاسسها، انا كنت غريبه قوي زمان، مش حاجه اسمها مستحيل. دايما تخيل امنيتك دي ان انت بتتكلم عنها كانها ماضي، كانها خلاص، ازاي انت يعني، دي غريبه قوي، ده انت كنت مستغرب الموضوع فعلا، الموضوع حصل يا جماعه. محدش يدي لنفسه عقبات، محدش يقول استحاله، استحاله دي شيلها من قاموسك، مفيش حاجه في الدنيا اسمها مستحيل، دي القاعده الاساسيه اللي انا دايما هرفع ايدي كراشه مراد وافضل اقولها، مفيش اي حاجه في حياتنا دي كلها اسمها مستحيل، محدش يجي يقول لي استحاله اشتغل في الشركه دي، محدش يجي يقول لي استحاله ان هم يقبلوني، محدش يجي يقول لي استحاله اغير شقتي واسكن في المكان ده، محدش، مفيش حاجه اسمها مستحيل، كل حاجه في الدنيا قابله للتحقيق، طالما انت سبحان، طالما انت مركز وعارف اهدافك ومركز انت عايز ايه بالظبط. انا عايزاكوا بس تتخيلوا كل يوم، كل يوم الصبح كده تخيل انت هتخلص يومك ازاي، تخيل ان انت خلاص كل وراك وخلصت كل شغلك وعملت كل حاجه انت عايزها، تخيل ان انت حققت اللي انت الهدف من يومك، تخيل ان انت رحت مشاويرك وخلصتها بسرعه ورجعت تاني، تخيلوا كل حاجه بمنتهى الايجابيه والحاجات دي هتحصل. محدش لو جات لك اي افكار سلبيه اطردها، لان انت لو فكرت في الافكار السلبيه هتطردها، افكارك دي مغناطيس بتجذب كل حاجه انت بتفكر فيها، بتفكر بطريقه سلبيه هتجذب حاجات سلبيه، بتفكر في حاجه ايجابيه هتجذب حاجات ايجابيه، فانت اللي هتتحكم في افكارك، افكارك دي بتاعتك انت، وانت يعني انت اللي بتتحكم في مستقبلك بعد ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال لك ادعوني استجب لكم، ادعوا يا جماعه، ادعوا كتير جدا لربنا، ربنا مفيش حاجه بعيده عن ربنا ابدا، اقعدوا ادعوا ان ربنا يحقق لكم كل امنياتكم، ودعوه ودعوه وانتم موقنين بالاجابه، لازم يكون عندكم يقين ان احلامكم وافكاركم ودعائكم كل حاجه هتتحقق. استغفروا ربنا كتير، لان ربنا كل يعني كل ما بتستغفر ربنا ربنا بيقرب، يعني استغفار حاجه كويسه جدا ان انت تقدر تحقق احلامك، يعني دايما استغفروا ربنا، قولوا استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، يعني لان انت يعني المستغفرين ليهم اجر كبير جدا عند ربنا. ولان في سيئات بتمنع يعني بتمنع تحقيق الاحلام، حاولوا ان انتوا تصدقوا، الصدق كمان بتقرب تحقيق الاحلام، تصدقوا كتير ان شاء الله، لو بجنيه، لو بكوين، لو بعمله واحده بس، فكروا بايجابيه يا جماعه. ده جزء اول، انا مضطره ان اقفل عشان انا عندي مشوار، اشوفكم فيديو تاني، استنوني النهارده ان شاء الله باذن الله في فيديو عن توقعات الابراج للاسبوع التاني شهر ابريل، لسه ما فكرتش هو ايه، قولوا لي تحت رايكم، قولوا لي تحت مين قدرتوا تكذبوا ايه عن طريق عقلكم الباطن وعن طريق افكاركم. شكرا، بحبكم جدا جدا، اشوفكم فيديو تاني، مع السلامه، باي باي. ما تنسوش تعملوا لايك، لان اللايك بتاعكم مهم جدا، دعم القناه، قولوا لي رايكم تحت، وبليز تعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى الفيسبوك على رشا مراد. شكرا، باي باي، مع السلامه.